السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة يا رب. فدي اليوم صورتوا لي المهمة الثالثة من موسم التحطيم. هذه المهمة راح تنزل بعد 6 أيام. كذلك في هذه المهمة الثالثة راح نحصل اللي هو نجمة أو طفل مجنح، اللي هو الطفل الذهبي داخل مساحة الفارغة الخاصة بالمهمة الثالثة، وكذا يكون النجم الثاني لموسم التحطيم. تبقى اللي هو نجوم اللي هي في المهمة الرابعة والخامسة والسادسة، تمام؟ فأكيد أنتوا لاحظتوا إن جناحي غريب، فحصل خلل تمام في البيتا اللي هو تحول وساح الفراشة لهذا الشكل، فقط مجرد خلل وراح يعدلونه. وهو مو وساح جديد، هو فقط وساح الفراشة اللي هو حق موسم الملاذ لونه برتقالي. عزم تشوف شكله مرة حلو كذا، معطي ظل السواد كثير حلو، عجبني. فقلت يا شاهد لا تضيعني الفرصة صور في المهمة السادسة حتى يبقى ذكرى عندك، لأنه حيصلحونه بعدين. فشكله مختلف في النهار وفي الليل، عجد حسافة لأنه حيتعدل، وكذلك مو وشاح موجود. يلا همشي صورت في المهمة الثالثة، يلا نكمل. أول شيء نمر على الفراغ الزعيم ونفعل المهمة، هنضغط على علامة التعجب الثالثة، نتأكد إن الإشعار نزل لنا في الأسفل، بعدها حدخل المعالم اللي فيه الشظية طاحت، إما عبر الشظية على باب الهوم أو من الدليل الموسم أو من مكان اللي فيه المهام اليومية، تمام؟ وحندخل وكالعادة لأني أعرف وين الشظية طاحت فراح أروح لها. وها هي صدية حمراء مشتعلة حولها اللي هو سلطعونات ظلام وصدايا متطايرة. فطبعا الصدايا المتطايرة هذا تحديد نزل في الجديد اللي هو ضافوا ميزة عبارة عن صدايا متطايرة حتى يصعبون علينا حرق الصدايا، فغالبا تنزل في التحديثات القادمة. أنا لأني سويت المهمة في البيتا فظهر لي الصدايا المتطايرة، فأعتقد الصدايا المتطايرة حتبدأ تنزل مع التحديث القادم في آخر الموسم، آخر أيام الموسم. فكمان لاحظت إن المكان تغير وفي له أرواح، فطبعا لأن حدث أيام ضوء الشمس نزل في البيتا والستاتي جالسة أصور فيه، فراح ننزل لكم فيديو عنه بإذن الله. فهنكمل، حنبدأ نحرق نباتات الظلام إلى ما بتظهر لنا اللي هو دائرة التأمل. لما بتظهر دائرة التأمل راح نتأمل، يطلبوا منا تجميع الأضواء العائمة أو الأضواء الساقطة في الأسفل. فزي ما تشوفوا مرة مع الشظايا المتطايرة صعب الموضوع، فلولا قنديلي اللطيف اللي حصلته من المهمة في حدث أيام ضوء الشمس كانت نجوم الصفر، أن الشظايا المتطايرة مرة صعبة. كذلك السلطعونات مرة طفشتني كثيرة، وطبعا القنديل اللطيف قد شرحت لكم قبل في بوست الانستا، فاطلعوا على البوست هحط لكم في الوصف اللي هو رابط حسابي في الانستا. بعد ما ناخذ شموع ايدن حنروح لمساحة الفارغة، في المهمة الثالثة راح تاخذك اللي هو الذكرى الخاصة فيها الى مساحة فارغة مليئة بقطيع من المانتا الطائرة. في هذا المكان راح نحصل فيه له نجمة في الأعلى. فأول شيء لازم أي نتأكد إن المهمة تمت، وناخذ اللي هو هدية المهمة اللي هي قلب مساني. فللأسف لأني أنا سويت المهمة وصورت، صدق صورت صح، بس للأسف طار الفيديو. كيف طار؟ ما انحفظ عندي. راح أحصل المكان كذا حيكون مليء بقطيع من قناديل، والنجمة راح أحصلها في الأعلى. يحتاج يكون معنا شعلة حتى تشحن جناحنا أو صديق. فالفيديو المحفوظ فقط اللي عندي اللي هو هذا، هذه النجمة. فلأني أنا سويت المهمة وكانت المهام اللي هو في الغابة المخفية اللي هو في يوم الجمعة يوم 29، فباقي على المهمة الثالثة 6 أيام، 29/7 اللي هو يوم الجمعة، وهنا يوم اللي هو 30/7 يوم السبت، وهنا يوم 31/7 يوم الأحد،
يوم 1/8، يوم الاثنين، يوم 2/8، يوم الثلاثاء، وهنا 3/8 يوم الأربعاء، وأخيرا اللي هو اليوم الثالث اللي هو يوم 4/8 يوم الخميس. يعني المهمة الثالثة هتنزل في عالم وادي النصر اللي هو 4/8. ليش؟ لأن تبقى فقط 6 أيام على موعد المهمة الثالثة. تمام؟ فكالعادة أقول لكم انطلعوا على فيديو مواقع الشظايا، أشرح لكم مواقع سقوط الشظايا في عوالم سكاي جميعها. ففي عالم وادي النصر تطيح في 3 مناطق، منطقة اللي هو ساحة الجليد اللي هي شظية حامدة، ومنطقة قرية الأحلام ووادي الناسك اللي هو شظايا حمراء مشتعلة. وفقط أتمنى لكم يا لطيف أشغال خير. مع السلامة. See you.